حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليالي الكويت، وأيضا هذه الإطلالة الجميلة عبر شاشتنا الغالية شاشة تلفزيون دولة الكويت القناة الأولى. بداية أمسي عليكم مشاهدينا ومسي على زميلتي لولو. مساء الخير. مساء الخير محمد، ومساء الخير مشاهدينا. اليوم حلقتنا أكيد مميزة في أحلى الليالي، ليالي الكويت، وضيوفنا دائما مثل ما عودناكم مميزين. بلا شك راح تكون ليلتنا اليوم جميلة، خصوصا في بدايتها الجميلة. دائما البدايات تكون مع الشعر أجمل وأجمل، مع احترامنا لكل الضيوف اللي يطلعون معنا، ولكن الشعر دائما يكون قريب إلى قلوب وأنفس كل متلقي ومحبين الشعر. فعلا صحيح. محمد، منو ما يحب الشعر؟ تحب القصيد؟ أحب القصيد. وبدايتنا اليوم أدبية شعرية مع الشاعر فهد العدواني، أكيد مثل ما يلقب بشاعر الحكمة. حياك الله منورنا يا فهد. نور نورك، مساكم الله بالخير، وتشرفت بتواجدي معاكم، وهذه فرصة سعيدة، وأسأل الله أن يقدرنا ويجملنا نوصل رسالتنا بشيء يليق. بلا شك نتشرف فيك، وأكيد قبولك لهذه الدعوة الشرف وإضافة لنا لبرنامج ليالي الكويت. ما قبل ما ندش باللقاء والحوار والأسئلة، نبي نسمع منك قصيدة، لأن جمهورنا دائما متعطش للقصيد، خصوصا للنجوم أمثالك. شكرا على المقدمة الجميلة. تسلم. يقول عقلك براسك صح، عقلك يقديك، سو ما تبي، قول اللي ودك تقوله، لكن تأكد كل ما تجني يديك في صفحتك لينكتب، ما تزول حسناتك وسيئات حاضر وماضيك، أشياء لو تغفر فلا هي بسهولة، وطموح ذاتك وامنياتك وما فيك، ودك تجي خطواتها لك عجولة، أصبر وإذا ما جاتك الآن بتجيك، وبالطول كل اللي ما تقدر الطولة، واللي ما هو يعنيك ما هو بيعنيك، ما يقتل الإنسان إلا فضوله، ومرايتك في دنيتك من يخاويك، احذر تخاوي فاقدين الرجولة، ولا تصافي واحد ما يصافيك، دور وتلقى من ميولك ميولة، والحب شر ولازم بيوم يدعيك، باب ولا يشبه خروجها دخوله، فرط بكل أشيائك إلا مبادئك، مبادئ الرجال معنى قبوله، وتأكد أن اللي انكتب لك بياتيك، من غير ما تعلم ترقب وصوله، والله لو تركض بدينك ورجليك ما نلت غير اللي انكتب لك تنوله. الله عليك. صح لسانك، صح بدانك. قصيدة مليانة حكمة، لكن وينك من الغزل؟ أنا من الناس من محبين الغزل، ومثل ما يقولون الغزل يمكن يكون أوسع انتشارا أو أقرب للجمهور. لا، هو القصيد اللي باقي تقريبا المخلد يسمونه الغزل، والقصيد الحكمة يعني، فالغزل هو العمود الفقري للشعر، فأنتم تبون غزل يعني. قبل ما نروح الغزل، يتطلب من الشاعر الشاب أن يكون متنوع وشامل في مجالات الشعر، الحكمة، الغزل، المدح، محمد ضروري يعني ولا لازم؟ لا لا، شوف، هو الشاعر ابن بيئته يعني، وهذه مشاعر يعني، اغلب الناس اغلب الشعار يعني، انت تكتب على شيء انت ما تحس فيه يبقى شيء ما تحس فيه يعني، ولا الناس راح يحسون فيه. نعم. لكن فيه سبحان الله موهبه الله يعطيك اياها، وتكون مسخره لشيء معين. حلو. تجيد يعني الغزل، العتاب، اللي هو المدح، بس في شيء تتميز فيه، مثل يعني مثل الكوره، لاعب كوره في بالمراوغه يتميز، وفي هداف، في هداف مخلص. ليش فهد العدواني تميز بالحكم والامثال؟ والله ما ادري يعني ليش، هذه حلو يعني. انت ذكرت انه من البيئه، هل اكيد الواحد ابن بيئته، ممكن مع احتكاك اللي انا ما اقول اني كبير حيل ولا اني صغير يعني، من الوسط، لكن هذا شيء قاعد نعيشه. نعم. والشيء اللي انت تحس فيه يحس فيه غيرك، والكلمة صحيح. الصادقة توصل للناس. صحيح. حلو. الشاعر فهد العدواني يقول: مخطأ تعالج أخطائك. صح، اسمعها. يقول: صاحبي والعذر يرفع من مقامك، مخطأ تعالج أخطائك بصح، الخطأ إن كنت مادة في كلامك، وكل إناء يا رفيقي بما نضح، احترام الناس من باب احترامك، حاجة يا سعد من فيها ربح، ولا تزيد ولا تقلل في سلامك، الوسط في كل ميزان رجح، والبشر لا زاد فيهم اهتمامك، قلل وقدرك وكل خافي وضح، ولا تناصح كل من وده خصامك، ولا تخاصم ناصح لجلك نصح،
والنظر خله يوديك الأمامك وقافلتك تصير وترك من نبح وبالخوال يطيب فعلك مع أمامك، ومن ترد في أمامه ما فلح، وفي رحامك الله الله في رحامك من صلح يصلح، وكل طالح طلح، وعن حلالك احذر تخالط حرامك، لا استبحت أعراض عرضك يستبح، السنين دروس والدنيا أمامك، الخطأ يبقى خطأ والصح صح. الله عليك، صح الله لسانك. يعني ما أدري شو نقول، نقول لمن توجه قصايدك؟ فيها مغزى، فيها كلام موجه حق شخص، وأغلب الشعراء قصائدهم تكون موجهة. والله أنا يوم أني أكتبها ما هو سبحان الله توفيق كل إنسان، أنا كتبت القصيدة هذه توفقت فيها، لكن أنا أشوف بوجهة نظري القصيدة اللي ممكن تعالج أو تقبلها الناس أو تحل المشاكل هي القصيدة الأولى عندي أنا. القصيدة الأولى حلو. لك مشاركات في محافل أدبية وشعرية في دولنا الخليج وأيضا في الكويت في مهرجان هلا فبراير. إيش رأيك بالمهرجانات؟ هل خفت نورها أو بريقها صح القول؟ والله ما خفت، موجودة ولا زالت، لكن اللي طغى على الشيء هذا السوشيال ميديا. السوشيال ميديا، السوشيال ميديا أثر حتى على التلفزيونات الأخرى. يعني أنا بتابع لملخص مباراة 10 دقائق الأهداف والأجمل الهجمات، ولا تابع المباراة الشوط الواحد 45 دقيقة. نعم. فصار حنا فينا عجز وعدم صبر الوقت هذا، أغلب الناس فيهم يبون يخلصون بسرعة يعني. وشلون تفاعلك مع السوشيال ميديا؟ والله أنا من الناس اللي أفادني جدا يعني أنا شاركت بهلا فبراير 2011 بالسوشيال ميديا، غير سوالي تغيير كلي يعني. شنو القصيدة اللي حسيت أنها أثرت عليك بالإيجاب خاصة بالسوشيال ميديا؟ يعني هل في قصيدة معينة انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي حق فهد الألواني؟ في كثير انتشروا للأمانة، وكلهم بين فترات يعني. في واحدة قديمة قبل 3 سنوات، توها قبل فترة انتشرت، فعلى يمكن أنا يوم كتبتها كنت أحس بشيء الناس توها حسوا فيه قاموا تداولونه، أو أنه يعني لك وقت أنت في الظهور وفي انتشاره. فكثير والله يعني، إذا بقول يمكن ما يقول غزلية أحب. إذا غزلية بنسمع. والله عندي جديد أنا للأمانة جاي أقول جديد يعني. يقول منك يلي ممتلي وجهك خجل، والله أني فيك حددت المصير، خايف إن حبك يوردني الأجل، وانت وصلك قل وغيابك كثير، من وعودك صار لغيابك سجل، من لقى الأول إلى الموعد الأخير، إن وفيت وجيت للموعد عجل، وقلت مستعجل معك وقتي قصير، دام لك نية تفارقني أجل، لا تتركني أحبك للأخير، زدتني ضيقة وتفكير ووجل، وشاب راسي منك لو أني صغير، الحقيقة غرني فيك الخجل، للأمانة كنت أحسب فيك خير. خير الله عليك، صح الله لسانك. منو اللي ما في خير فهد بصراحة؟ قليل الخاتمة مع ربعة وهو والقطوع. والقطوع، أنا من الناس اللي أكره القطاعات الأصدقاء يعني. يعني هل هو شخص ولا وضع ولا مثل ما نقول موقف صار؟ ممكن لا. كثير من الشعراء يلقون اللوم على الحب نفسه، يقول الحب ما في خير. لا والله الحب ما له ذنب، وكل ابونا احنا بخير، لكن في بعض الاشياء تكتبها انت لازم تكتبها يعني، انت ما يصير شاعر ما عندك حتى لا غزل ولا عتب ولا فرقه ولا حب. بس انا اميل للحب اكثر يعني، كتاباتي اغلب نصوصي يا حب يا حكمة. ليش الحب دائماً مرتبط بالإفراق خاصة عند الشعراء؟ لا أنا مو مرتبط وياه بإفراق، بس بالقصيدة. بس أكيد مو مرتبط بإفراق. أكيد. ترى نبحث بقصائدك وحافظين قصائدك. أكيد لا لحلة. أكيد. زين، دائماً الشعراء في لقاءاتهم يقولون كانت الكويت هي يعني المساحة أو المنصة الأدبية الشعرية الأولى في الخليج. الحين قاعد نشوف أبوظبي، قطر، هل هذا صحيح؟ شوف. ولا لا زالت الكويت تسيدت الدول هذه في يعني ابو ظبي دبي تسيدت في البرامج والنشاطات الشعريه. نعم. لكن يعني البلد الوحيد اللي فيه يعني كم مهول من الابداع يعني، كل الشعراء الخليجيين يعني، بس تحديدا الكويت فيها كم كبير من الابداع، والدليل شوف السوشيال ميديا يعني، من صحيح. سواء جيل قديم او جيل كبير او جيل صحيح. ايش رايك بالشعراء الشباب؟ قاعد تشوف مثلا والله جاي استخداماتهم في السوشيال ميديا جميلة جدا، يسيء للشعر ما لا بي... شوف الاساءة هذا، شوف انا عندي وجهة نظر. نعم. الساحة تتسع للجميع،
وخلي الناس تجرب حظها يا أخي. أنت وفق صار لها قبول الله يوفقه، ما صار لها قبول لكن يبقى الشيء الزين هو اللي يوصل للناس. دبلوماسي في هذا العدوان. لا والله مو دبلوماسي، أنا إنسان صاحب حق يعني. أنا ممكن أحد قال عني في بداياتي إني أنا من الناس اللي أسأت للشعر ممكن، فساحة تتسع الجميع. ثاني شيء شاب صغير عمره 18 سنة يكتب قصيدة حكمة حكمت عليه، ما يصير. أشوفه بعد فترة، أعطوا الناس فرصة يعني، وأنا أشوف أنه ما يضر. هو اللي دافع اشتراك النت ماله والجهاز جهازه والحساب حسابه، خلي غرد على راحته. يعني ذكرت الدور الإيجابي حق السوشيال ميديا بالنسبة حق الساحة الشعرية الشبابية، شو اللي ينقصها؟ شنو شيء ممكن يساهم أكثر في نشر الشعراء الشباب إذا كان عندهم كلمة حلوة أو خلينا نقول قصيدة حلوة؟ والله السوشيال ميديا هو الأساس للشعر، لأنه تواصل مع الجمهور بأسرع وقت ممكن، وأنت تكون وزير إعلام نفسك. يعني قبل كانت القنوات الخاصة الشعرية كانت محتكرة يعني، هذا شيء بكل مجال فيه احتكار يعني. وعندنا البدو حنا في مثل يقولك مصادع الشعيالة بلا شك. أيه ف يعني مالك معارف ما يجيبونك. لكن حاليا أنا أتكلم السوشيال ميديا وصل الناس، خلى البرامج هذه تدور المبدعين والضيفة وتكلم. أنا كذا كذا لقاء صار لي، كذا مهرجان صار لي، والله ما أعرف أحد فيه، دخل علي في تويتر وكلمني وكلمته وعطيته رقمي وتواصلت وياه. بلا شك أن تشرف فيك، وأنت من نجوم الشعر الكويت اللي تشرفنا دائما في المحافل الدولية وحني بالكويت. شرفتنا في ليالي الكويت، ونتمنى نشوفك في لقاءات أخرى فهد العدواني. شرفني يا كل سيدي. الشكر لك فهد العدواني، نورتنا اليوم، وفي انتظار إصدار ديوانك الشعري الجديد. بس نتمنى الدراسات العليا ما تأخذك من إصدار الديوان الشعري. إن شاء الله. إن شاء الله. قواك الله.